أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم وحلقة خاصة من مطبخ منال العالم لعشاق الشربات. اليوم حنعمل شوربة الأرنبيط بالجبن، نشوف سوا المقادير. شوربة الأرنبيط بالجبن: 2 ملعقة كبيرة زبدة، 1 رأس متوسط أرنبيط مقطع، 1 حبة كبيرة بصل مفروم، 2 فص ثوم شرائح، 4 كوب مرق دجاج، 4 كوب حليب، 1 ملعقة صغيرة ملح، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، ربع كوب شبت مفروم، 1 كوب جبن موزاريلا. أعزائي، وصفة شوربة الأرنبيط أو الزهرة حسب ما بتحبوا تسموها من الوصفات اللطيفة جدا، وفكرة أنه ندخل أرنبيط أكثر في مأكولاتنا بأصناف مختلفة، لأنه طبعا كل ما كانت الخضروات فيها ألياف كل ما كانت بتبقى مفيدة جدا لنظامنا الغذائي. بقطع الأرنبيط أو الزهرة لقطع صغيرة بهذا الحجم بهالمقاس، ما بحتاج أقليها، ما بحتاج أعمل شيء، وصفتي كتير بسيطة. نبتدي خطوتنا بتسخين الزبدة، أو إذا حبيتوا ممكن تستعملوا زيت زيتون على حسب رغبتكم. هسخن الزبدة، وأبتدي أضيف البصل. البصل عندي مقطع مفروم، وحضيف الثوم. الثوم أنا مقطعه إلى شرائح أو أنصاف. أبتدي أشوح البصل مع الثوم لغاية ما ألاحظ أنه الريحة، أولاً هتبقى هيك بتلاحظوا ريحة طيبة هتطلع عندكم، لأنه البصل يتشبع بريحة الزبدة والثوم طبعا. وبس يدبل عندي البصل شوي، انا ما بدي استعجل في هذه الخطوات. اعزائي المشاهدين، هذه الخطوه كثير مهمه اللي هي التشويح، واعطي وقت للخضروات تطلع الخواص تاعتها. ما بدي بالاخر يكون الاكل كله مسلوق سلق، ف بستنى لمده دقيقه هيك وانا بشوح عشان فعلا البصل عندي يدبل على الاخر. ببتدي أضيف الأرنبيط، وبرضو هلأ بدي أستمر بالتشويح لعدة دقائق لغاية برضو الأرنبيط عندي هون هدفين عايزة أعملهم. الهدف الأول إنه يمتص ويتشبع بنكهة البصل والزبدة والثوم، والهدف الآخر إنه يتشوح هيك شوي ويدبل عندي الأرنبيط، عشان زي ما بنقول بالآخر ما بدنا الشوربة تبقى كأنه هيك خضروات مسلوقة من غير أي طعم. بستمر بالتقليب بهالطريقة. يفضل إني أستعمل ملعقة خشبية وأقلب باستمرار. خلونا نتكلم أعزائي عن السوائل اللي حنستعملها. هستعمل مرق دجاج أو مرق لحم، إذا مش موجود عندك ما في مشكلة ممكن نستعمل مي، وحستعمل الحليب. ونشوف خطوتنا التالية. هلأ ابتدى الأرنبيط يأخذ هيك التشويحة اللي أنا عايزاها، يعني لون ذهبي خفيف خالص ما يتغير لونه، بس أخذ التشويحة والنكهة الطيبة اللي أنا عايزها. ببتدي أضيف المرق، وحضيف الحليب، وأغطي على الشوربة وأسيبها حوالي نص ساعة لغاية ما ينطبخ عندي الأرنبيط على طول. ونشوف أعزائي المشاهدين خطوتنا التالية. أعزائي، الشوربة عندي أصبحت جاهزة. حبتدي هلأ أطحنها بجهاز طبعا اليدوي، بثبته بهذا الشكل
وأبتدي أشغل بهدوء. الشوربة أصبحت عندي جاهزة بالكثافة اللي أنا عايزاها. بضل آخر خطوة حطف الغاز وأرش كمية من جبن الموزاريلا، حتعطيني طعم خطير للشوربة، وشوية من الشبت وعلى السفرة على طول. أعزائي، أنا ما حغرفها في أي طبق، أنا عم بستعمل أواني النيو فلام اللي هي مجموعة منال العالم، نقدر نستعملها للتقديم على السفرة على طول. أرجو أنه الوصفة تكون عجبتكم وتجربوها وتستمتعوا فيها مع أفراد أسرتكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من مطبخ منال العالم.